إذاعة سلطنة عمان، كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل، تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي. كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا، أهلا بكم. بعد قضاء العديد من السنوات في عمل غير مرض، بدأت بروني وير في البحث عن عمل هادف. ورغم عدم امتلاكها أي مؤهلات أو خبرات رسمية، فقد وجدت نفسها تعمل بمجال الرعاية التلطيفية. وخلال الوقت الذي قضته في تلبية احتياجات أولئك الذين كانوا على مشارف الموت، تغيرت حياة بروني تماما. ولاحقا قامت بكتابة مدونة حول أكثر الأشياء التي عبر لها أولئك الأشخاص الذين كانت تعتني بهم على ندمهم عليها، وكانت المدونة تسمى أهم 5 أشياء يندم عليها المرء عند الموت. وقد لاقت هذه المدونة زخما كبيرا، حيث قرأها أكثر من 3 ملايين قارئ حول العالم في عامها الأول. وتلبية لطلب الكثيرين، تقوم بروني بمشاركة قصتها الشخصية في العديد من المناسبات المختلفة. وكانت حصيلة هذه المدونة هذا الكتاب الذي سنتناوله في حلقة اليوم، كتاب أهم 5 أشياء يندم عليها المرء عند الموت لبروني وير، الذي صدرت ترجمته العربية عن مكتبة جرير. هذا الكتاب سنتناوله في هذه الحلقة بصحبة الكاتب أحمد الراشدي. مرحبا أحمد. مرحبا بك سليمان، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة، وأنت من أصدقاء هذا البرنامج طبعا. لماذا اخترت هذه المرة هذا الكتاب أهم 5 أشياء يندم عليها المرء عند الموت؟ صحيح، كنت قد تعودت على نمط من الكتب أحب أن أقدمها لمستمعي كتاب أعجبني. في الحقيقة هذه المرة أحببت أن أقدم كتابا جديدا، أرى أنه يعني من وجهة نظري الذي هو هذا الكتاب أهم 5 أشياء. التنمية الذاتية هذا جديد عليك؟ لا، ليس التنمية الذاتية، وإنما يعني فكرة جديدة، يعني أنه يحمل فكرة جديدة. أنا لا أحبذ كثيرا كتب التنمية الذاتية، حببت يعني أقدم هذا الكتاب لأنه يعتبر كتاب فارق روحي بالنسبة لي. الكتاب كان بتوصية من الدكتورة لطيفة النجار، صاحب الدار العالم العربي لنشر كتب الأطفال، وثم بعد ذلك وصلني الكتاب من الصديق الوالد سماع عيسى، يعني فسعدت به، ولما قرأته أعجبني فعلا، أستطيع أن أقول هذه الكلمة بضغط شديد وبحميمية كبيرة. جميل. وطبعا إذن سنتعرف في هذه الحلقة عن مسببات هذا الإعجاب، ودعنا في البداية نتعرف على بروني وير وقصة كتابتها لهذا الكتاب. بروني وير إنسانة جذبتني، و طبعا هي أسترالية. أسترالية، نعم، هي امرأة أسترالية جذبتني بالعوالم التي خلقتها في هذا الكتاب والفكرة التي أسست عليها هذا الكتاب. بروني وير كانت سليمان تعمل في بنك لمدة أكثر من عقد من الزمان، من الأثنين إلى الجمعة، عمل روتيني دائم، وتقدم يعني معاملات للزبائن ولا تأخذ من هذه المعاملات شيء، نهاية تأخذ راتبها آخر شهر وهكذا. رأت هذه الإنسانة
أن هذا العمل يعني أصابها بروتين قاتل في حياتها، بخمول في مهاراتها وروحها، فقررت فجأة هكذا أن تستقيل، وقررت أن تذهب إلى جزيرة، تختار جزيرة في الخارطة في أستراليا وتذهب وتعيش فيها مغامرة هكذا غير محسوبة. وحتى هي قالت يعني أنا متخوفة كنت من ذلك، ومن يقرأ الكتاب سيدرك يعني مدى الخطورة التي تعرضت إليها من المسافة إلى الوصول إلى هذه الجزيرة. عاشت في الجزيرة سنتين تعمل في مقهى، تحاول أن تكتشف ذاتها، تدخل إلى روحها، إلى عوالمها الداخلية بالتأمل، بالتساؤل، بما شابه. ثم قررت أن ترحل، أن تسافر، قررت أن تذهب إلى أوروبا. ذهبت إلى لندن، وفي لندن هناك لم تختر المدينة وإنما اختارت قرية بعيدة عن لندن اسمها شوري. في هذه القرية عملت لمدة عامين. طوال الفترة التي عملت فيها كانت تحلم بالسفر إلى الشرق الأوسط، تسمع عن الشرق الأوسط، عن الثقافات المختلفة التي توجد فيه، الديانات المختلفة. فقررت أنها ترحل. قبيل الرحيل أرادت أن تجمع أكبر قدر من المال، فقرأت إعلان عن طلب لمجالسة امرأة كبيرة في السن. لبت الإعلان حسب المكتب وذهبت وعايشت تجربة جديدة لأول مرة في حياتها، وهي مجالسة امرأة كبيرة في السن. نعم، وهذا ما سميت في الكتاب الرعاية التلطيفية. نعم، الرعاية التلطيفية، مجالسة كبار السن، عدة مسميات ترد في ترجمة الكتاب. بعد فترة 6 أشهر جالست فيها هذه المرأة، سافرت إلى الشرق الأوسط وعاشت، لم تحدد الدول أو الأماكن التي زارتها. بعد ذلك رجعت إلى أستراليا في محاولة لبدء حياة جديدة، لكنها وجدت نفسها تعود إلى نفس الروتين السابق القاتل الذي كانت تعيشه، وهو التقييد في الحياة. فيعني لم تعجبها الأعمال التي اشتغلت عليها، بدأت مرحلة جديدة في حياتها، محاولة اكتشاف المهارات التي تمتلكها. بدأت تكتشف مهارة الكتابة، اكتشفت أن لديها مقدرة لكتابة الأغاني، فأخذت دورات مع ناس متخصصين، وأيضا في التصوير وما شابه ذلك. وفي محاولة مرة أخرى لجمع ادخار أموال، رجعت إلى العمل الذي جربته سابقا، وهو مجالسة كبار السن. أول عجوز استرالية تجالسها كانت اسمها روث، ومن هنا يعني بعد هذه المجالسات التي جالستها، كانت جالست عدد كبير من الناس، وسيرى القاري الكم الهائل من القصص الممتعة. إذن وجدت نفسها في مجالسة هؤلاء، وجدت نفسها في مجالسة هؤلاء، وكان كل هؤلاء على وشك الاحتضار في الشهور الأخيرة، أو نقول في السنة الأخيرة هكذا، أو في الأسابيع الأخيرة. العجيب في الأمر يعني، وكان كل أحد يسدي لها نصيحة، جمعت هذه النصائح وعملت مدونة وكتبت مقال بعنوان أهم 5 أشياء تندم عليها عند الموت. فانهالت عليها يعني الإعجابات من كل العالم. بسبب هذا المقالة قررت أنها تؤلف هذا الكتاب. نعم، وإذا دعنا إذا ندخل في هذه 5 أشياء التي يندم عليها المرء عند الموت، والتي نصحت بها بروني وير. سنحاول أن نمر عليها سريعا في ما تبقى من وقت الحلقة. السبب الأول أو الشيء الأول، أحد كبار السن قال لها: أتمنى لو عشت الحياة التي أنا أردتها لنفسي لا التي أرادها الآخرون لي. صحيح، يعني كانت ذكرت تقريبا 3 قصص في هذا الفصل حول هذا الموضوع. كانت قصص مؤلمة جدا، يعني مؤلمة لأنك ترى نفسك بعض الأحيان في جزء من حياتك في هذه الأمنية. العجوز غريس عاشت مع زوجها طوال عمرها مع زوج دكتاتور، كان يعاملها بقسوة، يعاملها بعنف، لم يسمح لها أن تعيش الحياة التي كانت تحبها. كانت تحب أن تسافر، تحب أن تذهب تزور أقاربها وهكذا، وكان يمنعها. وعندما يعني شاخت وهو أخذ إلى مستشفى الاستشفاء، أخذت يعني وجدت حريتها، وإذا بها تفاجأ بالمرض، أن زوجها سبب لها مرضا من جهة التدخين الذي كان يدخنه باستمرار أمامها. فطلب لها أولادها امرأة تجالسها، فجاءت بروني وير وجلست معها.
فكانت هذه المرأة دائما تمسك بيد بروني وير وتطلب منها أن تعاهدها أنها لا تسمح لأي أحد بأن يتحكم في حياتها، وإنما تعيش الحياة التي تريدها لا الحياة التي يريدها الآخرون منها. لنقل يا سليمان أن هذا الشيء نعيشه في حياتنا. أحيانا كثير من الناس يعني يتنازل في بداية حياته عن تخصص في الدراسة هو يرغب فيه، فيرضخ للأسرة، يرضخ لرغبة آخرين، للأصدقاء، للمجتمع، ويختار تخصص لا يحبه. يعني أكيد أنك عايشت يعني حالات في مثل هذا. أيضا أحيانا الأمر الأهم من مسألة يعني الدراسة شراكة في الحياة. نجد في مجتمعنا مثلا تصلنا قصص أن آخرون يختارون، أن أناسا يختارون شريكة حياتهم نتيجة اختيار الآخرين لهم، يسمح للآخرين بأن يسيروا حياته. هذا شيء نعيشه. يعني كانت أخذت هذه المرأة يعني تتألم بقوة وتقول: لماذا لم أفعل ما أردته؟ لماذا سمحت لزوجي بالتحكم في؟ لماذا لم أكن قوية بما يكفي؟ نعم. إذن فعل الأشياء التي نحبها هذه واحدة من الأشياء التي قد يندم عليها المرء. هناك أيضا الندم على إجهاد النفس في العمل بشكل متواصل، و يعني ترك الحياة الاجتماعية، يعني الحياة واحد يكون حياته كلها عمل. كلها عمل، نعم. هذا ما ذكرته في الأمنية الأخرى الثانية، وذكرت القصص التي ذكرتها. كانوا أناس وأغلبهم رجال كانوا يقولوا يعني يعبرون أنهم بندم شديد على أنهم قضوا أغلب حياتهم يعني في العمل. الزوجة كانت تريدهم قريب يعني يكونوا قريبين منها، أزواجهم يعني زوجته الرجل هذا أو أولاده. كانوا يحلمون بالسفر، يحلمون بأشياء كثيرة، والرجل منغمس في عمله. والعجيب في الأمر أن الانغماس في العمل ليس حبا في العمل، وإنما محافظة على الوجاهة ربما أحيانا. يعني تذكر إحدى القصص، أول القصص التي ذكرتها يعني. نعم. إذن تحدثنا عن أمرين: أن تعيش كما تريد، وأيضا أن لا تجهد نفسك في العمل. الشيء الثالث الذي قد يندم عليه المرء عند الموت أن عدم امتلاك الشجاعة للتعبير عن المشاعر. صحيح. يعني كثير من الناس تكبت مشاعرها ولا تعبر عن مشاعرها سواء كانت في الخير أو في الشر. أحيانا أناس أعزاء لنا في الحياة، وهي تذكر هذا ممثلة بقصص تذكرها، أعزاء لنا يعني نكتم مشاعر الحب التي تستفيض داخلنا. نعم. وأحيانا يموت وأنت لم تبلغه أنك تحبه. أحسن. وأحيانا مشاعر تكون رافضة لواقع معين ونكبتها، وتقول يعني هذه المشاعر تؤدي إلى أمراض أحيانا في المعدة، وأحيانا حرقة، وأحيانا مرارة وما شابه ذلك. الأمنية الرابعة أن أتمنى لو حافظت على علاقاتي مع أصدقائي. أصدقائي القدامى. كانت هذه يعني أمنية عديد من الناس كبار السن وعلى وشك الاحتضار وفي آخر حياتهم تمنوا ذلك. بسبب مسارات الحياة تركوا أصدقائهم المخلصين الوفيين القدامى. فتذكر نموذج أن امرأة يعني دخلت مسار حياة بسبب سلوكيات في حياتها، تعاطي الكحول وما شابه ذلك، وتركها أصدقائها القدامى فحنت لهم كثيرا. فكانت الجميل في بروني وير أنها تسعى لأن توفر لهؤلاء ما افتقدوه في حياتهم. فمثلا هنا سعت أنها تتصل بأصدقاء هؤلاء القدامى، وفي بعض الحالات كانت في حالات إيجابية، يعني في شخص في هذا الفصل كان يأتي أصدقائه إلى آخر عمره، فكان يعني يشعر بسعادة كبيرة وعبر لها، كان يقول لها: يا بروني، حافظي على صداقاتك القديمة وحافظي على أصدقائك إلى آخر العمر، لأنهم يمثلوا هم انتعاشة الحياة وبقاء الحياة يعني. نعم. إذا نصل إلى الأمر الأخير الخامس الذي قد يندم عليه المرء عند الموت، وهو أن لا يكون أكثر سعادة. أتمنى لو استطعت أن أكون أكثر سعادة. صحيح. ذكرت هي نماذج كثيرة، وأول نموذج أو أول قصة ذكرتها وكانت قصة يعني أتعبتني كثيرا هذه القصة. أيضا امرأة قضت حياتها، تعرضت في بداية حياتها للعنف في الأسرة وفي زواجها، وقررت أن تترك هذه الأسرة وأسرتها وزوجها وتهرب. وبسبب الهرب أخذت تشتغل عدة أعمال، ووصلت في أحد الأعمال إلى مركز مرموق كبير جدا يعني، لكنها لم تكن تسمح لنفسها يعني بأن تضحك
تعبر بالسعادة في بعض المواقف بسبب الخلفية العنيفة التي واجهتها في 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 حياتها، كانت تمنع نفسها. في أحد المرات عندما جاءت بروني وير تجالسها، كانت يعني الموقف الظريف الذي أفاضت فيه هذه المرأة أنها كانت تنظف ويعني تدندن بنوع من السعادة يعني بعض الكلمات وكذا، فهذه المرأة غضبت منها، قالت لها لو سمحتي عندما يعني تمارسين التنظيف وهكذا لا تعبري بسعادة. قالت لها لماذا؟ أنا دائما أسمح لنفسي بأن أكون سعيدة يعني. فبعد لحظة غضب وهكذا من هذه المرأة التي كانت اسمها روزماي، سألت بروني كيف أنت تشعرين بالسعادة يعني؟ قالت لها بكل بساطة أنا أسمح لنفسي الآن، مثلا دعينا نقرب أنا وأنت لنتفق أننا لمدة نصف ساعة القادمة نكون سعداء، نضحك ونعبر. فكثير من الناس لا يمنعون، لا يسمحون لأنفسهم. ففي هذا الفصل بروني وير من خلال القصص تقول اسمح لنفسك أن تكون سعيدا، هناك كثير من الأشياء في الطبيعة مجانية بإمكانك أن تبادلها السعادة بامتنان وبمجانية تامة يعني. نعم، الوقت أزف، دعني أسألك السؤال الأخير عن الخلاصة التي يمكن أن يخرج منها المرء من هذا الكتاب، وأيضا أسألك عن الترجمة. نعم، الخلاصة الجميلة التي وصلت إليها في هذا الكتاب، تعلمت أو علمتني بروني وير من خلال القصص التي يعني عايشتها معها، تربية مشاعر الرحمة في النفس. عندما الشخص يجالس أمثال هؤلاء كبار السن ويرى هذه التجارب يشعر بنوع من الرحمة عندما يعود إلى الواقع. أيضا الصبر والمصابرة على مثل هؤلاء كبار السن في البيوت. كذلك هذه الإنسانة تعلمت منها السفر، الرغبة في السفر. الله تعالى يقول وأرض الله واسعة، هذه المرأة تمثلت يعني الآية الكريمة سلوكيا، فكانت تسافر وتكتشف العالم وتكتشف ذاتها. إذا جئنا على الترجمة سليمان، أنا أعيب على هذا الكتاب على أن الترجمة فيه ضعيفة، كثير من الجمل التي سيمر عليها القراء ترجمتها ركيكة جدا، يعني تستطيع أن تعبر بجملة مختصرة وهم يعبرونها يعني بتمطيط كبير وأحيانا بملل. أحيانا رغم جمالية القصص لكنها تشعر بملل شديد بسبب الترجمة، ولكن الكتاب بأمانة ممتع جدا ويعني ينعش الروح. نعم، اسم المترجم طبعا ما مكتوب على غلاف الكتاب. نعم، لم يذكر المترجم لكن هو ترجمة مكتبة جرير. نعم، إذن الكاتب أحمد الراشدي، شكرا جزيلا لك على هذا العرض الجميل لكتاب أهم 5 أشياء يندم عليها المرء عند الموت للكاتبة الأسترالية بروني وير. شكرا لك سليمان، وشكرا على الاستضافة الجميلة هذه. شكرا لك. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي.